إلى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف ترشيد الطاقة وزيادة الوعي والتعريف أيضا بكل مستجدات المواصفات الجديدة. يواصل المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملاته اللي أكيد راح نتابعها في هذه المداخلة مع الأستاذ عبد الله العنزي مهندس كفاءة الطاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. أهلا أستاذ عبد الله، وبداية ما شاء الله تبارك الله 17 حملة مركزة أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، حدثنا عن جهود المركز في هذه الحملات. أولا أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا يعمل المركز السعودي مع الجهات المعنية تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أطلاق حملات مجدولة على مدار السنة، حملات توعوية هدفها الأول هو توعية المستهلك بأهمية الترشيد والرسائل البسيطة اللي من خلالها نقدر نرشد. طبعا احنا اطلقنا حملة وفرت وانورت خلال الاسبوع السابق، وكان يعني تركز على منتجات الانارة. صحيح. بشكل عام طب الكثير منا ممكن يعني ما ياخذ بعين الاعتبار توزيع الانارة بالمنزل، كيف نقدر نعالج خصوصا ان تقسيم مفاتيح الانارة يساعد كثير في التقليل من الاستهلاك؟ نعم، باختصار هو توزيع مفاتيح الإنارة وتوزيع الإنارة بشكل عام سلوك إيجابي في عملية التوفير، حيث إذا يعني وزعت المفاتيح بشكل مناسب أقدر أتحكم في تشغيل الإنارة في الأماكن اللي أنا أحتاجها أو أشغلها. وأقدر كذلك أطفي الإنارة في الأماكن اللي أنا ما أحتاجها، فهذا تحكم كبير بالإنارة. كذلك توزيع الإنارة نفسها بشكل جيد يعطي يعني يصير ما أحتاج أجلب من برا يعني إنارة إضافية عشان أبدأ أصرف زيادة عشان أنور مكان معين. توزيع الإنارة ذاتها بعد هذا يعني يرشد لي بالكامل. جميل. طب هل شدة الإضاءة علاقة نقدر نقول في توزيع الإضاءة في المنزل؟ يعني مثلا إذا عندي 4 لمبات ذات شدة عالية جدا في الإضاءة، ممكن تغنيني عن 8 لمبات في المنزل أو في غرفة معينة في المنزل؟ نعم، تختلف شدة الإنارة من منتج إلى منتج، عشان كذا احنا دائما نقول تستشير المكاتب الهندسية في توزيع الإنارة واختيار شدة الإنارة في المنزل، لأن يعطونا نصائح بحيث نقدر ننور المكان بدون لا نهدر في الطاقة أو أننا نقلل على أنفسنا في الإنارة. فدائما استشارة المكاتب الهندسية هذه خطوة جيدة في الترشيد. جميل. طب ما مدى فاعلية حساسات الإنارة في الحد من استهلاك الإنارة؟ الحساسات هي تقنية جديدة ويعني فاعلة جدا في عملية الترشيد، بحيث أنه تعمل اللمبات في الأماكن الشاغلة، يعني في حساسات الحركة مثلا إذا أنا أتحرك في المكان تشتغل، بعد ما أخرج منه بوقت قصير تطفى من نفسها. هذه مهمة جدا في الترشيد، احنا ننصح دائما باستخدام الحساسات. جميل. أخيرا أستاذ عبد الله، يعني هل من رسائل أو نصائح لمن هم في طور تصميم أو ترميم المنزل؟ طبعا زي ما قلنا دائما ننصح باستشارة المكاتب الهندسية في توزيع الإنارة وتوزيع مفاتيح الإنارة. ثاني حاجة دائما نتوجه للإنارة الأعلى كفاءة من خلال قراءة موثق كفاءة الطاقة، دائما نختار الأخضر لأنه أكثر ترشيد وأقل استهلاك. وثالثا يعني الاستفادة من الإنارة الطبيعية بقدر الإمكان، دائما في النهار أطفي الإنارة بشكل كامل بحيث أنه أقدر أستفيد من الإنارة الطبيعية وأوفر. جميل جدا، شكرا لك أستاذ عبد الله العنزي من برنامج السعودي لكفاءة الطاقة، ويعطيكم ألف عافية فعلا على هذه الحملات. شكرا لكم. الله مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل برأيكم هل الحملات التطوعية أو التطوع سلوك مستمر ولا حملات عابرة ومؤقتة؟ انتظرونا.